السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية قناة نون. وعدتكم في آخر فيديو وضعته متعلق بالرياضيات أن التتمة ديال الدرس إن شاء الله غنوضحها في فيديو تحت عنوان أساسيات الحسابيات، هل عملية الطرح تبادلية؟ لكن قبل من هذا ارتأيت أن نمر أولا على التعريف ديال الأعداد السالبة، كيفاش دايرة وكيفاش كنرمزوا ليها؟ أجيو نتعرفوا عليها جميع. الأعداد السالبة عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف في الحياة اليومية، فمثلا المجمد أو الكونجيلاتور كتساوي درجة الحرارة في وسط منه ناقص 18 لدرجة مئوية. شنو اللي خلى الإنسان يبتكر الأعداد بحال ناقص 18 واللي كنسميوها أعداد سالبة، وشنو هي الدلالة ديالها؟ نحاول نفهم المفهوم ديال الأعداد السالبة من خلال المقارنة ديالها مع الأعداد الموجبة. ناخدو مثال ديال واحد التاجر اللي شرى بضاعة بمية درهم ثم باعها بمية وعشرين درهم. فهاد الحالة الربح ديالو هو، طبعا كل شي يعرف يحسب الربح، هو ثمن البيع ناقص رأس المال، أي مية وعشرين درهم ناقص مية درهم، الربح هو 20 درهم. إذن تضافت للأموال ديالو القيمة ديال 20 درهم، وبما أنها قيمة مضافة فيمكن لنا نوضعه هنا. قبل من هاد العشرين يمكن نوضعه واحد الرمز ديال زائد، فقط للدلالة أن زائد 20 عبارة عن قيمة مضافة، وبالتالي غنسميه العدد 20 أو العدد زائد 20 عدد موجب. وهنا نبغي نعطي واحد الملاحظة اللي هي أنه ماشي ضروري نوضعو قبل الأعداد الموجبة الرمز ديال زائد، لأنه جرت العادة باش نرمزو للأعداد الموجبة بدون الرمز زائد. نرجعو للتاجر ديالنا، هاد المرة شرى بضاعة بمية درهم، لكن هاد المرة وتحت ظروف خاصة اضطر أنه يبيعها بتسعين درهم. إلا طرحنا السؤال شحال مقدار الربح في هاد الحالة؟ بزاف غيقولوا أنه ما ربح والو بل خسر 10 دراهم، وهاد الكلام معقول، أي الخسارة تساوي 10 دراهم. لكن إذا اعتبرنا الربح هو المقابل ديال الخسارة، فيمكن لنا نعتبر المقدار ديال الربح هو ناقص المقدار ديال الخسارة، أي الربح يساوي ناقص 10 دراهم. ملاحظة، العددان 10 وناقص 10 يسميان عددان متقابلان. وبصفة عامة كيفما كان العدد A فإن ناقص A هو مقابل A، والعكس صحيح. العبارة العكس صحيح كنقصد بها أن حتى العدد A راه كيسمى المقابل ديال العدد ناقص A. وهنا خصني نحضي راسي من اللي نقوله كيفما كان العدد A، راه ماشي ضروري A هو اللي العدد الموجب وناقص A هو العدد السالب، يقدر يكون A هو اللي سالب وناقص A هو اللي موجب، حيث خاصنا نعرفو كيفاش نرمزو لواحد العدد سالب. كنرمزو العدد سالب في الحالة اللي يكون العدد مكتوب على شكل أرقام بحال 5 28 103، باش نبينو أن هذه الأعداد سالبة خاصنا ضروري نوضعو قبل كل عدد الرمز ديال ناقص، فتصبح ناقص 5 ناقص 28 وناقص 103، لأنه إلى ما وضعناش ناقص غنعتبروها أعداد موجبة. أما في الحالة اللي يكون العدد مكتوب على شكل حرف A مثلا
ديك الساعه خاصني نحضي المعطيات اللي متوفره ليا، مثلا بحال الا قال لك لكل عدد أ فأ راه يمكن ليه يكون موجب كما يمكن ليه يكون سالب، ماشي غير حيت ما عندناش الرمز ديال ناقص اللي كيسبق أ نحكم عليه على أنه موجب، لا يقدر يكون أ يساوي ناقص 2 أي عدد سالب، وبالتالي ناقص أ غيساوي ناقص ناقص 2 اللي هي 2، أي كنلاحظوا أنه لما يكون أ سالب ناقص أ بالرغم من وجود رمز ناقص كيكون موجب. أما في الحالة اللي يكون أ يساوي واحد العدد موجب 3 مثلا، ديك الساعة ناقص أ غتساوي ناقص 3، أي لما يكون أ موجب ناقص أ يكون سالب. وهذا الشيء ينطبق على جميع الأعداد المتقابلة فيما بينها، إذا كان العدد الأول موجب فالمقابل ديالو كيكون سالب والعكس بالعكس، مثلا العدد 5 موجب المقابل ديالو هو ناقص 5 سالب، والعدد ناقص 7 سالب المقابل ديالو هو 7 موجب. وبهذا الشيء نكون شفنا الأهمية تعريف والرمز ديال الأعداد السالبة، وباقي أشياء أخرى بخصوصها بحال كيفاش نكتبوا العمليات في حالة الأعداد السالبة، وش يمكن لنا نزولوا الأقواس، وكيفاش نقوموا بالتمثيل ديال الأعداد السالبة في واحد المعلم، وأشياء أخرى اللي غنطرقوا لها بحول الله في دي فيديو ماجيين. ما تنسوش تشجعونا بالجيم ديالكم، تنخرطوا في القناة، تضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل فيديو جديد، وتبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم. وما تنسوش شعار القناة ديالنا، لأننا نؤمن بقدراتكم. وقل رب زدني علما.